دلوقتي شريف هيكلمنا في موضوع مهم قوي، فيا ريت نقفل تليفوناتنا واللي عنده اسئله ياجلها لحد ما شريف يخلص كلامه. اتفضل يا شريف. صباح الخير. صباح النور. زي ما اتفقنا قبل كده عايزين ننسى بقى كل الكلام اللي احنا بنشوفه في التلفزيون على الادمان وبرنامج في بيتنا مدمن والجو ده. ليه؟ هم بيعملوا مجهود على قد ما يقدروا، بس برضو الكلام ده ملوش علاقه قوي بالواقع. احنا بنواجه مرض، والمرض ده ليه علامات وبتبان بدري كمان. ساعات ما بناخدش بالنا منها خالص، وساعات بناخد بالنا وبننكر. الموضوع اللي هتكلم فيه النهارده بيضايق الاهالي لما بجيب سيرته. ليه؟ لانه دايما بيطبقوه على نفسهم وبيحسوا بالذنب، لان هم لو كانوا خدوا بالهم من بدري كانوا ممكن الواد ولا البنت ما يتطورش حالتهم للدرجه دي. بس عايز اقول لكم بقى ان المشاعر دي ملهاش اي لازمه، مش مفيده خالص. لازم تخلي بالكم من نفسكم عشان تعرفوا تحموا ولادكم كويس، لان الاعراض دي ممكن تزيد حتى بعد ما يتعالج، ممكن ينتكس تاني. انتكاسه ايه لا قدر الله يا استاذ شريف؟ احنا ننكر تاني؟ كلنا عارفين على فكره ان المدمن بعد ما بيتعالج معرض برضه للانتكاس. مش معنى ان ولادكم اتعالجوا ان هم مش معرضين للانتكاس. الحاجه الوحيده اللي ممكن تحافظ عليهم هو الاستمرار في البرنامج يوم بيوم. طيب ايه هي العلامات؟ يعني هتلاقيه عنده لخبطه في النوم، لخبطه في الاكل، لا اما بياكل كتير قوي لا اما ما بياكلش خالص. ايوه صح، زمان لما كنت بصحى من النوم كنت الاقيه قاعد قدام الثلاجه وجايب كرسي وعمال ياكل، فلما بطل ياكل كتير قلت الحمد لله عشان صحته. عمري ما ربطت بين ده وبين المخدرات. بالظبط. وعشان اللي منكم ما عندوش خبره واول مره يجي هنا لازم يبقى عارف ان الحشيش بيطلب اكل. اما بقى المخدرات التانيه زي الترامادول والافيونات زي الهيروين دي بتخسس وبتقفل النفس خالص. ايوه فعلا شادي كان كده بالظبط. لا وفي علامات تانيه كتير، هتلاقيه مثلا بيتاخر في الحمام ويقعد وقت كتير قوي من غير مبرر، هتلاقوه في عز الشتاء بيلبس خفيف. مدمن الهيروين بقى هيلبس بكم طول الوقت صيف وشتاء عشان يدري مكان الحقن. انا كنت بقول لنفسي ان ده ضغط من المذاكره امتحانات، لكن ما كنتش متخيله ان هو وصل للمرحله دي خالص. معلش. المهم بقى نخلي بالنا من اللي جاي. بقيت العلامات بقى هتلاقي اهمال في الدراسه، كذب، حجج، بطني وجعاني طول الوقت، بيرجع كتير. لما يكون موجود في البيت هيبقى قاعد لوحده ومش هيبقى عايز يظهر معاكم في اي مناسبه خالص عشان الناس ما تشوفوش. ومع الوقت هتلاقوا حاجات بتختفي من البيت، تليفونات، حتت ذهب، اي حاجه يعرف يسلكها وهو نازل ويبيعها ويجيب منها فلوس. وهيبتدي يظهر له اصحاب انتوا عمركم ما شفتوهم قبل كده ولا تعرفوا عنهم اي حاجه.